أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طول كده وش خبط لز. في القرن الخمستاشر رسم واحد من الخالدين في تاريخ الفن التشكيلي ليوناردو دافنشي لوحة اسمها العشاء الأخير. الحقيقة اللوحة دي اترسمت أكتر من مرة، واللوحة بتجسد قصة في الإنجيل المسيح وبيجتمع مع الحواريين الاثناشر تقريبا، وبيخبرهم بأن هناك شخص ما هيخونه. اللوحة دي هي الأبدع في تاريخ الفن التشكيلي، يعني واحدة من إبداعات تاريخ الفن التشكيلي، ولكنها أيضا هي واحدة من صميم العقيدة المسيحية. هي دي اللوحة اللي مرسومة في أحد الأديرة في ميلانو في إيطاليا، وأنا تحديدا اللوحة دي هي بتاعت ليوناردو دافنشي، لأنه اللوحة دي ترسمت أكتر من مرة. يا حضرات يا ريت تجيبها هنا الله يكرمك. هي اللوحة اللي ليوناردو استطاع فيها أنه يصور اللحظة اللي المسيح بيخبر فيها الحواريين بأنه واحد منهم هيخونه للادي وهيسلمه. واللوحة بتمثل حيرة الحواريين، وكل واحد بيسأله هو أنا؟ أنت تقصدني أنا؟ أنت تقصدني أنا؟ بينما يهوذا نفسه قابض على تمن الخيانة، والملاحة بتقع من قدامه، واللوحة مرسومة في قاعة طعام في الدير وحالتها كرب. اللوحة طولها كده بالعرض 8 متر وارتفاعها فوق 4 متر، واللوحة بتخضع لترميم وبتخضع أيضا إلى، ومعمولة في قاعة طعام ضيقة جدا جدا، يعني اللوحة عشان تتفرج عليها تخش قاعة طعام قليلة وضيقة جدا. اللوحة اترسمت في الدير ده في ميلانو إيطاليا، واللوحة دي بنعتبرها كلنا يعني ده قولا واحدا هي من أشهر لوحات التاريخ الفن التشكيلي، وأيضا هي بتمثل قصة في صلب العقيدة المسيحية، زي ما قلت لحضرتك قصة خيانة يهوذا للمسيح والتسبب في صلبه حسب العقيدة المسيحية ورفعه للسماء بحسب العقيدة بتاعتنا احنا. اللوحة حملت أسرار المسيحية، والحقيقة اللوحة دي خلقت جدل كبير جدا عن تفاصيلها عبر القرون. ويمكن في رواية اسمها الكنز المفقود تقريبا، الرواية أو اللوحة، الرواية كانت خلفية لها إن المسيح ده كان مكانه حد وشطبه ليوناردو وهم حطوا المسيح مكانه، قصة كده كبيرة في رواية دان براون تقريبا، أيوة المؤلف اسمه دان براون، عن الكنز المفقود والقصة دي. اللوحة دي بنتكلم عليها النهاردة، أنا اتكلمت عليها من 3 سنين على قناتي على اليوتيوب، لكن بنتكلم عن تم استدعائها المرة دي لاستدارة الأحداث بسبب أولمبياد باريس 24 اللي شغالة حاليا. وقبل ما نحكي قصة القصة دي، خليني أفكركم أن العالم كان مستني حفل أسطوري لا ينسى. حسب ما وعد المسؤولين الفرنسيين أن الحفلة افتتاح هيبقى أسطوري. الشرق الأوسط بعد 100 عام من الانتظار، باريس تسعى لإبهار العالم بحفل افتتاح الأولمبياد. 90,000 رجل أمن ومساعدات خارجية، والراجل ده هو ماكرون قال إن أنتوا هتشوفوا حفلة لن تحدث في التاريخ. ويعني بدأوا بقى بإنه الحفلة هتبقى مش في الملعب ولكن على ضفاف أو على ضفتي نهر السن في باريس ما بين أكتر من مكان. وانتظرنا زي العالم كله الحفلة دي هيبقى فيها إيه، لكن فجأة خرج علينا حفل كابوسي مرعب، حفل عجيب في راس مقطوعة وناس شكلها غريبة وناس متحولة جنسيا بيشيلوا الشعلة زي الفيديوهات دي كده. تصرفات غريبة، أشكال غير مألوفة، وتشويه لسمعة الفنان العالمي ليوناردو دافنشي. ده حضرات التصرفات الغريبة. مش بس كده، كمان الشعلة الأولمبية اللي بترفعها راجل وست، هم جوه الحفلة عملوها بترفع اهي راجل ونص راجل.
الحقيقة كمية من القرف الغير مسبوق والغير معهود، كمية من التشويه التاريخية. طبعا كان الأسوأ في القصة دي كلها هو مشهد العشاء الأخير اللي كان الحقيقة ضرب العقيدة المسيحية ووصلها إلى مرحلة غضب شديد جدا، لأنه استبدل السيد المسيح في اللوحة كما هو مرسوم، استبدله بمجموعة من المتحولين جنسيا، واستبدل دي الحواريين اللي هم موجودين في اللوحة، لكنه استبدل السيد المسيح نفسه بإله مسخ بتاع متعة وشيطنة. يعني نشوف كده، ده مفترض الحواريين. اتفضل. يعني لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة كالواحد رجع الهوى. لكن خلينا بس نرجع لأول اللوحة خالص بتاعة الحواريين، والست اللي هي الغريبة دي بتفتح، يعني لما تلعب الفيديو نحاول دي كمان هم كده مكان الحواريين، حتى هتجد لها وقف دي حدا، هتلاقي الست اللي مكان يهوذا في لوحة ليوناردو حتى ايديها بنفس الطريقة وبصها بنفس الزاوية. لما هتلعب الفيديو بقى خلينا نلعب الفيديو كده، هي بتحاول هتفتح دلوقتي، هيجي الإله اللي هو بتاع الشهوة والرغبة والشهوانية والحاجات الفارغة. بقى نقف هنا، بس نقف هنا، هتلاقي مجموعة من المتحولين جنسيا اللي هم انت متعرفش هم مين، وبعضهم ايضا كان مكشوف لبسه الى درجة صادمة، وكان في طفلة قاعدة هنا هنشوفها بعد شوية. العب كمل. طفلة لما هم يبتدوا يرقصوا هنلاقي طفلة صغيرة. كمل. يمكن ده المقارنة اللي عملوها الناس كلها. طبعا اللي تحت دي ما هياش بتاعة ليوناردو، دي لوحة تانية. ليوناردو لوحته مش كده، لكن دي تقليد ليوناردو، إنما تقليد بنفس الطريقة، يعني بنفس السيكونس، بنفس الانفعالات، لأن ليوناردو كان بيركز على الانفعال بتاع اللحظة. فهتلاقي نفس البتاع، بس مكان السيد المسيح اللي مرسوم، يعني مكانه هيخرج إله المتعة الشيطانية. حتى يهوذا، بص هتلاقي نفس القصة، والناس اللي قاعدة مكان الحواريين هي بنفس الطريقة. وحتى ورا في اللوحة بتاعت ليوناردو في ثلاث نوافذ مش متطابقين، يعني وراهم خلفية كده، يعني لاندسكيب. هنا نفس القصة، اللي فوق هتلاقي برضو ثلاث نوافذ لكن سيمترية، ووراهم نهر السين ولاندسكيب. يعني الحكاية كأنه الراجل بيقرب قوي، بيضرب ليوناردو دافنشي في المعقل، ويضرب أيضا التصور المسيحي، أنه الناس العالقة في أفكار قديمة الآن حان وقت المتعة، واستبدال كما ذكر أحد العرب المثقفين، استبدال إله الألم بإله المتعة. الغريب بقى أن المتغربين في الوطن العربي اللي بينبهروا بأي فضلات جاية من الغرب احتفلوا بالاحتفال المشوه ده، ووصفوه بأنه أسطوري. أو والله زي بقول لك كده، زي ما كده حفل أسطوري من الشرق، افتتاح أولمبياد باريس شاهد لقطات أسطورية لا تنسى. ده الشرق الأوسط. تفضل يا بيه. أما الأستاذ عبد الخالق عبد الله اللي هو مثقف عربي، فالرجل لم يكتفي بكده، لكنه وصف الكلام ده بأنه الكاتب سمير عطلة عن حفل افتتاح قدمت باريس نفسها للعالم على أنها عاصمة الجمال والفتنة والسحر والموسيقى وملاذ، وعرضت بلا حساب التماثيل الذهبية، وملأت نهر السين أو السن في كل ضفافة أخيلة من الخيال وخيوله من بروق. لا، هو كمان عبد الخالق عبد الله قال إنه ده يعني حاجة جامدة جدا، وقال إنه اللي ده كسر الأفكار العالقة في الماضي. يعني لو تديني دقيقة أجيب لك التويتر بتاعته عشان أوريك نموذج للمفكرين العرب اللي بينبهروا عند أي حد، أي فضلات قادمة من الغرب هي بالنسبة لنا بتبقى حاجة عظيمة وحاجة ما حصلتش في التاريخ يعني. وبالتالي الراجل عبد الخالق عبد الله شايف إنه اللي حصل ده حاجة كان لازم يعني من زمان تحصل، وإنه إحنا يا جماعة بجد يعني إحنا متخلفين عقليا، لأن أفكارنا عالقة في الماضي أو متعلقة بالماضي. هو هنا ناقل عن سمير عطلة، لكن هو نفسه عبد الخالق عبد الله له تويتر بيصف هذا الحفل بأنه أسطوري.
فالراجل الحقيقة منبهر ومنبطح وزيه كتير. يعني أنا عديت على مثقفين عرب كتير مبهورين لدرجة أنه أحد بيعتبر نفسهم نقاد قعد يوصف في الرموز ويوصف في الدلالات الكثيفة في المعنى كلام فارغ. أدي عبد الخالق عبد الله أشاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، هات بقى. وقال عبد الله في منشور، هات أيها المنشور، حفل افتتاح أولمبياد باريس كان مدهشا ورائعا، وركز على قيم العدالة والمساواة والحرية والأخوة، وهي من مصادر حيوية المجتمع الفرنسي ومصادر تفوق النموذج الليبرالي والحداثي في الغرب على أي نموذج فكري عالق في الماضي. لكن الحقيقة عبد الخالق عبد الله استعجل، هو وبعض كلاب اللي بيأكلوا فتات الغرب، لأن اللي ما شافوش عبد الله عبد الخالق وصحبة عبد الله عبد الخالق من المبطحين ما شافوش الانتقادات اللي اتكلمت عن الحفل اللي بيروج للجنس واشتهاء الأطفال، زي ما الأخبار بتقول كده اهو. روسيا اليوم باحثة مصرية بالشأن القبطي لآر تي، الماسونية تجلت في أبهى صورها بافتتاح أولمبياد باريس. قالت الباحثة في الشأن القبطي جورجيت شرقاوي أن الماسونية تجلت في أبهى صورها خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، معتبرة أن الحفل روج للشذوذ والمثالية وازدرى الديانة المسيحية. وأشارت إلى أن تجسيد لوحة العشاء الأخير لدافنشي بمجموعة من الشواذ وبسيدة بدينة تستهزئ وتزدري السيد المسيح والأديان يهدف إلى تدنيس الدين المسيحي. واستنكرت جورجيت شرقاوي أن هؤلاء يريدون إقامة وحدة إيمان مع الكنيسة القبطية. ولفتت شرقاوي أنهم لم يكتفوا بهذه البزاءات، بل روجوا أيضا للبيدوفيليا اللي هي بتاع حب الأطفال أو الجنس مع الأطفال يعني، حيث من الملاحظ وجود الطفلة على اليسار مع مثليين، وهو أمر وصفته بالاضطراب النفسي الخطير يتمثل في انجذاب الشخص جنسية للأطفال والتمثيل بهم وإيذائهم، مذكرة بجزيرة أبستين للاستغلال الجنسي للأطفال. طيب جورجيت دي مصرية وإبطية وشرق، لكن هناك أيضا أساقفة في الغرب وخاصة في أمريكا إصداروا هذا العرض وشافوه بيزدري الديانة المسيحية. ده اللي الأسرة الفرنسية نفسها بتتابع الحفل عبر التلفزيون جات لها صدمة. نشوف كده. عشان احنا بس عندنا تخلف يعني، لكن الفرنسيين ما عندهمش تخلف. حتى الكنائس الغربية رفضت العرض وأصدرت بيان فيه، أو رفضت في البيان ده الإساءة للمسيحية، زي ما نشوف الكنيسة الكنائس الفرنسية والمصرية. أدي دوتش فيلا، انتقادات من الأساقفة الفرنسيين نفسهم بقى، عشان الأخ عبد الخالق عبد الله لحفل افتتاح أولمبياد باريس. تعرض الحفل افتتاح الألعاب في باريس لانتقادات شديدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، كما انتقده سياسيون محافظون وآخرون يمينيون متطرفون في فرنسا وأوروبا. فما السبب؟ ده دوتش فيلا، عشان بس ما حدش يتكلم على، ودي كنائس الأساقفة الفرنسيين. تضمن هذا الحفل بافتتاح أولمبياد للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة. ولم تقدم الكنيسة تفاصيل محددة، ولكن مشهد واحد على وجه الخصوص أثار غضب بعض المسيحيين، والمشهد المشار إليه مقطع أعاد فيه رجال يعرفون باسم دراغ كوين، وهو غالبا من المثليين يرتدون أزياء نسائية أو أزياء نساء ممن يعرفون باسم دراغ كوين، ومغني شبه عاري. إنشاء هم دول عملوا لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة العشاء الأخير، والتي تصور آخر ما شاركه السيد المسيح مع تلامذته.
وقال الأساقفة الفرنسيون: نشكر أعضاء الطوائف الدينية الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا هذا الصباح. نفكر في جميع المسيحيين في جميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد. وآدي الدستور المصري: العشاء الأخير في مرمى النيران أولمبياد باريس يثير غضب المسيحيين. وعندهم حق طبعاً. تسبب العمل الفني غير اللائق بالعشاء الأخير، نفس القصة. وأعربت الطائفة الإنجليزية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريا زكي عن حزنها العميق إزاء ذلك العمل الفني، كما أعربت الأسقفية أو الكنيسة الأسقفية برئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية عن مدى حزنها إزاء العمل الفني غير اللائق الذي شاهدته مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس 24، والذي احتوى على مشهد صورة العشاء الأخير، والتي تكون جزءاً لا يتجزأ من هويتنا المسيحية. ده غير حملة الرفض من رموز عالمية وسياسيين وصحف وإعلام كتيرة جداً في العالم، منهم إيلون ماسك مثلاً، الرجل متطور قوي يا عبد الخالق يا عبد الله، الرجل اللي بيفكر يزرع شريحة في البني آدمين تحلله كل مشاكله. هذا الرجل الشديد التطور أيضاً قال إن الحفل ده لا يحترم المسيحية. المصر اليوم لا تحترم المسيحية. إيلون ماسك ينتقد تمثيل لوحة العشاء الأخير بافتتاح أولمبياد باريس. أظني عبد الخالق عبد الله عند إيلون ماسك تراجع بقى خطوات كتيرة، لأنه ده رمز التقدم والنيو ليبرالية، وهذا الرجل هو اللي بيقود العالم دلوقتي. فما ما جبنلكش رجل دين، ما جبنلكش رجل متخلف عقليا عالق في الماضي، انما جبنالك ايلون ماسك. مش لخالد عبد الله بس، وايضا للمنبطحين العرب اللي بيقتاتوا على فضلات الغرب. الصحف العالميه وصفت الحفل بتاع باريس بالأسوأ، وبتعتبره قمامه ومخيب للامال. هو الأسوأ تاريخيا، وده اللي انا كتبته بعد ما على حساباتي بعد ما شفت الحفلة على طول. هو الأسوأ فعلا. خليني اقول لك، هو مش بس الأسوأ، هو صادم ايضا، كابوسي كارثي. من ضمن كوارث الحفلة ده نشوف بس الفيديو الاولاني. لا ايوه، هات اللقطة اللي قبل دي، اللي قبل دي، ارجع ورا كمان 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 كمان، بس. وسط المتحولين جنسيا البنت دي أول ما الدنيا هتزيط والمليات هتشتغل، البنت دي هترقص مع شاب أو مع حد أو مع مسخ من المسوخ اللي موجودة دي، هترقص معاه. وده اللي خلى الناس تقول إن دول بيشجعوا على ما يسمى بالبيدوفيليا، اللي هو اشتهاء الأطفال. أنا لا يعني بصراحة، على أي حال، كل ده خلى اللجنة الأولمبية تحذف الفيديو بتاع هذا المشهد، زي بيقول الخبر ده في RT الروسية: بعد العشاء الساخر حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس مع تصاعد حدة الانتقاد اللاذعة، حذف الفيديو الرسمي من حساب يوتيوب الخاص بالبطولة. كمان الشركة الأمريكية بتاع الاتصالات سحبت إعلاناتها من البطولة، زي بيقول الخبر ده، مقاطعة.
سخرة من المسيحية، شركة أمريكية تسحب إعلاناتها من الأولمبياد بسبب إهانة لوحة العشاء الأخير.